السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشوف أن هذا الحقد هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه اليوم. هذا الحقد ديال الجزائريين كنا حاسبينهم خوتنا كما كيقولوا هما خاوة خاوة، ولكن أقسم بالله ما كاين لا خاوة ولا لمي، كاين غير العداوة. في العداوة جا هاد الحمار ديال طابون كبر فيهم الحقد وكبر فيهم الظلم وكبر فيهم العداوة مع المغاربة، وراه ماشي في صالحكم، ماشي في صالحكم باش تبقاو ديروا هاد المصائب العظمى وتعايروا في المغرب وتعايروا في المغاربة. بزاف عليكم المغاربة، بعدوا عليكم بزاف. بعدوا عليكم بمئات السنين ضوئية، والحمد لله يا رب والشكر لله يا رب. المغاربة غادي يغيب النية مساكن، وانتم كلكم تحرميات وكلكم بلانات. انا اقسم بالله العلي العظيم، انا شخصيا لو جات عليا انا هذيك القنصلية اللي كاينة وهذيك السفارة اللي كاينة يتمحاو يتسدو يتعطاو لإسرائيل حسن ما يتعطيوها دوك الكلاب ديال الجزائريين. ما كيعرفوا لا بحق الجورة ولا بحق الله. واش يبان ياش بقالك في عمرك باش تنوض الحروب وباش تنوض الفتن ما بين الشعوب وباش تنوض الفتن ما بين الجيران؟ وحرام عليكم ما صورتي والو، والله ما صورتي شي حاجة. 50 عام تقريبا انتم كطاحنوا وشعبكم كيموت بالجوع، وانتم حالتكم حالة ما يعلم بها الا الله، وما صورتوا والو. سبحان الله العظيم، الا نصرك الله فلا غالب لك، الا نصركم الله فلا غالب لك. ربي سبحانه وتعالى نصرنا، نصر المغاربة، والصحراء مغربية وغتبقى مغربية، وعاش الملك، والنصر من الله. واحد الكلب هو يطلع قال لك اودي باللي الله الوطن الملك شرك. لا حاشا حاشا، مع الله، الله وحده، الوطن بوحده، الملك نصره الله بوحده، الله ينصره على كل ما كان عاجبنا الملك وحنا كنبغيوه. حنا غادي نموتوا عليه ونديروا في كل شيء اناشيد ديالنا. هذاك راه مليكنا وكيعرف مصلحتنا وكيبغينا، كيبغينا داك الشيء اللي كنبغيو حنا. وانتم دابا غير ملاوطين، لا رئيس مقود ولا ملك مقود ولا حتى شي حاجه ما عندكم مقوده. ملي طلعتوا ملي عرفناكم حنا باقيين صغار، تيقول لك الجزائري ديروا قدامك ما ديروش موراك. الواسطي كان كيقول لهم بكري، الواسطي كانوا حزانا جيراننا، وكانوا والدينا كيقولوا سيروا لدار الوصي، سيروا عند دار الوصي، حيطوا لدار الوصي. ودائما تيقول لك اودي الوصي ديريه قدامك ما ديريه وراك، راه غدار الوصي، غدار هي يعني جزائري غدار. وهو باقي فيهم الغدار الان كبروا وشابوا وشرفوا، باقيين تيقلبوا على الفتن ما بين المغرب وبينهم. حنا ما باغيين مضاربه مع حد، ما مفاتنين مع حد، حنا والو الحمد لله والشكر لله. وانتم مفاتنين غير مع الخبز، البطاطا ما عندكمش بحال الناس. لا حول يا ربي ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الشعب ظالم، متفق معاكم وتوا فرحان، فرحان بالنصر ديال فرنسا. عندك الحق تفرح بالنصر ديال فرنسا، فرنسا هي ماماكم وفرنسا هي باباكم. لك مليون شهيد، خذوا الهياكل العظميه ديالكم ودوهم حطوهم في المتحف ديالهم كنصر ليهم هما. شوفوا واش درنا في الجزائريين، درنا فيهم غزاوه، طحنا بابهم ها هما ومعلقينهم في المتاحف ديالهم. انتم كتقولوا مليون شهيد، اين مليون شهيد؟ ومدوهم وعلقوهم بحال الخرفان وخلوا رؤوسهم عندهم معلقين. لا
ايش من ايش من ايش من ايش من تحلوا فمكم وتدوروا توصلوا المغرب. المغرب مش معزز بقى معزز، مشوا الفرنساويين هو معزز بقى هو معزز دائما الحمد لله. المغرب منتصر ودائما هز راسه لفوق، دائما هز راسه لفوق. علاش ما تدوش من المغرب مليون راس، مليون راس ديال الكوامب؟ الحمد لله ما عندناش كوامب، عندنا الرجال، عندنا المغاربه المقاومين. العيالات كانوا كيقاوموا، الرجال كيقاوموا، حنا اباتنا كانوا كيقاوموا، اماتنا كانوا كيقاوموا، اللي ما قاوم بالقليل يقاوم بالكثير. وحبهم لمالكهم تصور لهم في القمر، انهم كيبغيو مالكهم كيحبوه. اما نتوما غشاشه غداره يا مع بعضياتكم اخويا، ما كنتمنوش معاكم الصلح. بعدا انا وعدد ديال الناس كنعرفهم ما كيتمنوش الصلح. الا صالحنا تصالحتوا معانا وصالحنا معاكم وتحلوا الحداده، غادي نوليو فين وفين. الخبزه كدير الفرن، المجاعه والقهره والفوضى وقله الحياه، ما مربيش. نتوما يا كلاب اللي علمتوا الشعب ديالنا وعلمتوا السلام الخاسر، نتوما كتعيروا الرب وكتعيروا الدين وكتعيروا المله. شتي نتوما يا لطيف، ما تصلحوش كل دخلوا عندنا ولا دخلوا عندكم. لا 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 نتوما كلاب وتبقاو كلاب، وغادي تعيشوا طول حياتكم كلاب. كم ما كتحترموش، والله اللي خلقكم ما كتحترموش الا واحد القله قليله، قله قليله هي اللي تغامر.